بفضل من الله سبحانه وتعالى وجهود اخواننا وزملائنا رجال الاداره العامه لمكافحه المخدرات تمكن اليوم اخوان من ضبط كميه تعتبر من اكبر الكميات حقيقه اللي دخلت البلاد تقدر بعده ملايين، وهذه كميه جلبت بطريقه مبتكره وطريقه حديثه من تعتبر من احدث الطرق بوسائل مبتكره و طريقة صفها وتخزينها بشكل جيد ومحترف، وهذه حقيقة تعتبر من أكبر الكميات التي تم ضبطها وتحقيق هذا الإنجاز من خلال جهود رجال إدارة عامة للمخدرات وبمعاونة أخوانهم وزملائهم إدارة عامة الجمارك الذي كذلك قاموا بجهد طيب وتسهيل جيد لأخوانهم وزملائهم أفراد وضباط الإدارة عامة للمخدرات. حقيقة هذه الكمية تعتبر كمية ملفتة للنظر، وحقيقة طريقة جلبها وطريقة دخولها بطريقة حديثة ومتطورة بأسلوب بواسطة أحد المجسمات. حقيقة هذه المجسمات ممكن يطلق عليها يعني أحد مثل المراجل أو مثل البويلرات أو أحد الأسطوانات الضخمة، ولكن طريقة تصفيفها ولحيمها كانت طريقة صعب حقيقة اكتشافها أو الشك فيها، ولكن يقظت إخواننا وكذلك جهودهم الطيبة في الداخل والخارج تمكنوا حقيقة الإخوان في دار عامة للمخدرات بضبط هذه الكمية، وهذا حقيقة جهد طيب وعمل طيب يشكرون عليه ويثنون عليه كذلك. هذه أحد انتصاراتهم وأحد إنجازاتهم التي قاموا بها، وإن شاء الله هذه الجهود لن تتوقف جيل بعد جيل في مكافحة هذه الآفة. بتعاون مثمر ومجهود مشترك بين قطاع البحث والتحري بالإدارة العامة الجمارك، ومجهود مشترك مع إدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم بحمد الله ضبط كمية كبيرة من حبوب المؤثرات العقلية الكبتاغون، وتعتبر هذه الضبطية من أكبر ضبطيات اللي مرت على البلاد. وهذا التنسيق إن شاء الله راح يكون مستمر لحماية البلاد والمجتمع الكويتي من هذه الآفة. بالنسبة لإدارة العامة الجمارك وفرت أجهزة كشف إشعاعي متطور تم العمل في أغلبها وجاري إن شاء الله وصول أجهزة كشف إشعاعي أخرى لتغطية جميع منافذ البلاد الحدودية لحماية البلاد والمجتمع الكويتي.